أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سبحانك ربنا بك تفرد المتفردون في الخلوات ولعظمتك سبحت النينان في البحار الزاخرات وبقوتك تلاطمت الأمواج في البحار الزاخرات. سبحانك سجد لك سواد الليل وضوء النهار والفلك الدوار والبحر الزخار والقمر النوار وكل شيء عندك بمقدار. سبحانك ربنا هذه ذنوبي في الورى كثرت وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني. وأصلي وأسلم على المصطفى رحمة الله للعالمين، المصطفى خير خلق الله، المصطفى شفيع خلق الله، المصطفى من يتمنى الخلق أن يحشروا جميعا في زمرته في منتهى الجنة وغايته ومنتهاه. اسمع إلى رب العزة سبحانه وتعالى عندما قابل النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فأراد النبي تأدبا في سدرة المنتهى أن يخلع عليه، فقال له الله عز وجل: ماذا تفعل يا محمد؟ فقال: يا رب خشيت مرارة الرد وعاقبة الطرد. فقال: يا محمد ولم هذا؟ قال: خفت أن يقال لي كما قيل لأخي موسى. فرد الله سبحانه وتعالى في عليائه وقال لحبيبه: يا محمد إذا كان موسى أراد فأنت المراد، وإذا كان موسى طلب فأنت المطلوب، وإذا كان موسى أحب فأنت المحبوب، وأنت القريب وأنت الحبيب، فسلني يا محمد فإني سميع مجيب. فقال: يا رب لا أسألك آمنة التي ولدتني، ولا حليمة التي أرضعتني، ولا أسألك فاطمة ابنتي، وإنما أسألك أمتي. فرد عليه سبحانه وتعالى وقال له: ما أشفقك على أمتك يا محمد؟ يا محمد أنا رب لطيف وأمتك خلق ضعيف، وأنت نبي شريف، ولا يضيع الضعيف بين اللطيف والشريف، فوعزتي وجلالي يا محمد لأقسمن القيامة بيني وبينك نصفين، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي.
صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. فتى الإيمان والإسلام، وبعد أن انقطع إرسالنا السماوي يتصل الآن بكتاب رب العالمين، فنعيش وإياكم الآن في رحاب تلاوة قرآنية مباركة بها القلوب تزدان، ونعيش في سماوات ربنا الرحمن، ونحن في شهر رفع الأعمال إلى الله، شهر شعبان، وفضيلة القارئ الشيخ مراد علي شعبان القارئ بالفضائيات الإسلامية والعالمين العربي والإسلامي، ندعو الله عز وجل له التوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين.
بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ذكروا الله فاستغفروا الذنوب إلا الله إلا الله
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك الجزاء مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين
فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض
أنفسكم طرفا فقد مس القوم طرح مثله تلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
فإما أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين سيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تؤتى إلا بإذن الله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها سنجزي الشاكرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام كتب ربنا على نفسه البقاء وكتب لغيره الفناء فكتب أجل كل إنسان فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فهنيئا لمن رضي عنه الرحمن. عشنا وإياكم إخوة الإسلام والإيمان في رحاب ربنا الرحمن وما تيسر من سورة آل عمران. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ مراد علي شعبان القارئ بالفضائيات الإسلامية والعالمين العربي والإسلامي مشاركة ومواساة وتعزية في فضيلة الدكتور محمد عبد الحفيظ عبد الحليم يوسف عليه رحمة الله والملائكة والناس أجمعين. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعل خطواتكم إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. وتالإيمان والإسلام ننقل إليكم ليلة تكريم راحلنا الكريم بآيات ربنا الرحمن
عبر أثير كاميرات ومرئيات مخرج الروائع القرآنية والمنسق العام لليالي الدينية المهندس أحمد الجعبري رئيس مجلس إدارة قناة الجعبري القرآنية على شبكات التواصل الاجتماعي. ومن داخل إحدى قصور الضيافة المتنقلة فخر الفراشة بمحافظة الجيزة خاصة وجمهورية مصر العربية عامة للحاج خالد شكوكو بأوسين بمحافظة الجيزة. وتنا إخوة الإيمان والإسلام إلى عود إن شاء الله سبحانه وتعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.